اهلا وسهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده من برنامج الفاينل، وحلقه مهمه جدا عن صفقات النادي الاهلي بعد تولي ريكاردو سواريز تدريب النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى عرض على المدير الفني اللعيبه الاجانب اللي النادي الاهلي بيخطط ان هو يتعاقد معاهم في فتره موسمين، ولكن ريكاردو سواريز قال لهم انا مش محتاج اللعيبه دي، انا هجيب لعيبه معينه تخدم الطريقه اللي انا هلعب بيها وهيكونوا باسعار كويسه على النادي الاهلي وهيفيدوا النادي الاهلي بشكل كبير في المستقبل ان هم ممكن يبيعوهم بارقام فلكيه. واكدت الاخبار ان ريكاردو سواريز عايز يتعاقد مع لاعب برازيلي كان ينوي انضمامه مع فريقه السابق، لكن بعد تولي مهم التدريب النادي الاهلي بيحاول يخلي اللاعب البرازيلي ده متواجد معاه مع النادي الاهلي في الفتره القادمه، لان هو عايز يبني عليه الخطه بتاعته بقى وهو ينفذ له الفكر بتاعه. دي من اللعيبه الاجانب، الاهلي عرض عليه مجموعه من اللعيبه الاجانب اللي ممكن يتعاقد معاهم النادي الاهلي، ولكن ريكاردو سواريز قال لهم لا، وانا عايز اللاعب البرازيلي ده، والنادي الاهلي اخفى اسم اللاعب عشان ما يكونش فيه صراع بين اي نادي تاني في مصر، لان انتوا عارفين النادي الاهلي بيبان ان في لاعب هيتعاقد معه 100 فريق مصري بيروح يتعاقد معاه او بيفكر ان هو يتعاقد معاه ويغلي الصفقه على النادي الاهلي، فالنادي الاهلي مش عايز التنافس ده من اي نادي وعايز يخلص اللاعب باقل سعر. وطبعا ريكاردو سواريز معروف ان هو بيجيب لعيبه لسه سنها صغير وامكانياتها قليله، ولكن هو بيطورهم وبيبيعهم باعلى سعر. فده كان من اللعيبه الاجانب اللي ممكن تيجي النادي الاهلي، ورفض ريكاردو سواريز مجموعه من اللاعبين اللي عرضهم على النادي الاهلي، ولكن في لاعب اجنبي واحد بس النادي الاهلي اقترب او خلاص معاه الاتفاق ان هو يجي النادي الاهلي، هو اللاعب احمد القندوسي في نص الملعب لتعويض رحيل اليو ديانج المحتمل. احمد القندوسي نسبه كبيره انضم بشكل رسمي للنادي الاهلي بعد حصوله على مقدم تعاقد من النادي الاهلي. احمد القندوسي لاعب ممتاز جدا في نص الملعب ولسه سنه صغير 22 سنه 23 سنه بالكتير، واحمد القندوسي بنسبه كبيره اكدت اخبار مصريه وجزائريه ان هو اصلا مضى للنادي الاهلي بشكل رسمي. ده كان اللاعب الوحيد اللي من الاجانب المعروض على النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص مخلص معاه، وريكاردو سواريز اعجب بطريقه اللعب، لكن اللعيبه اللي هتكون في الهجوم ريكاردو سواريز هيحاول يتعاقد مع لعيبه معينه هو عايزهم وكان عايز يضمهم لفريقه السابق، ولكن بعد تولي النادي الاهلي هيجيبهم او هيحاول يجيبهم النادي الاهلي، وفعلا ابلغ شركه الكره باسامي اللعيبه دي ومنهم لاعب برازيلي زي ما قلت لكم، ولكن تم اخفاء اسم اللاعب عشان التنافس بقى واللاعب ما يغلاش على النادي الاهلي، لكن في اسمين النادي الاهلي داخل فيهم وبكل قوه، النادي الاهلي دخلوا بكل قوه مع نادي فيوتشر عشان يخلص صفقه اللاعب احمد عاطف بعد تالقه الرائع مع نادي فيوتشر، ولاعب رائع جدا ولاعب ممتاز جدا، والنادي الاهلي فعلا بيحاول يخلص مع نادي فيوتشر. طبعا النادي الاهلي ونادي فيوتشر حبايب، والنادي الاهلي بقى عاطي 5-6 لعيبه لفيوتشر اعاره، النادي الاهلي طبعا عايز احمد عاطف ومحمد رضا بوبو الاثنين مهتم بيهم النادي الاهلي بشكل كبير، والنادي الاهلي عارض مبلغ كبير على نادي فيوتشر وعارض ان هو ممكن ياخد لاعب او اثنين او ثلاثه لو حابب من اللعيبه الموجوده عنده من الاعارات، النادي الاهلي عطي نادي فيوتشر لعيبه كتير اعارات، فدول الاسمين النادي الاهلي بيحاولوا بشكل كبير من الدوري المصري ان هو يخلصهم، احمد عاطف ومحمد رضا بوبو الاثنين يقتربوا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز يضم الاثنين وبشكل رسمي وفي اسرع وقت عشان في تنافس كبير من نادي الزمالك على الاثنين، مش على لاعب واحد، على احمد عاطف وعلى بوبو الاثنين في تنافس كبير من النادي الاهلي ونادي الزمالك عليهم، ونادي فيوتشر طبعا يفضل النادي الاهلي لانه عنده لعيبه كتير من النادي الاهلي اعارات، ممكن يضم اكتر من لاعب من دول بشكل رسمي، والمستفيد الاول هو نادي فيوتشر لانه هياخد لعيبه مهمه من النادي الاهلي وهياخد فلوس كمان. دول كانوا الاثنين المصريين اللي النادي الاهلي بيحاول خلاص يتعاقد معاهم. تم عرض على ريكاردو سواريز منتصر الطالبي نجم منتخب تونس بعد اقتراب رحيل النجم بدر بنون عن النادي الاهلي لنادي قطر القطري، وخلاص كل شيء انتهى مع نادي قطر القطري وبدر بنون بشكل رسمي خارج النادي الاهلي. تم عرض اللاعب منتصر الطالبي على ريكاردو سواريز عشان يوافق على اللاعب او يرفض، لكن ريكاردو سواريز ابدى رغبه بالتعاقد مع اللاعب لان امكانياته ممتازه جدا في الملعب وان هو لاعب سريع جدا في الملعب ويخدم طريقه ريكاردو سواريز، وابدى اعجاب شديد ريكاردو سواريز باللاعب، اعطى الضوء الاخضر لشركه الكره بالنادي الاهلي انها تحاول تتعاقد معاه بشكل رسمي، وبكده خلاص بدر بنون خارج النادي الاهلي بشكل رسمي وبديله المحتمل منتصر الطالبي. كده احنا قلنا 5 اسماء على رادار النادي الاهلي، صفقه برازيليه قويه تقترب من النادي الاهلي على حساب كلام ريكاردو سواريز مدرب النادي الاهلي انه لاعب ممتاز جدا، لاعب برازيل لسه سنه صغير وهيكون مستقبل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي يقدر يستفيد بيه بعد كده ان هو يبيعه ويسوقه برقم كبير جدا اذا تالق مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيحاول يبيعه وهيكون برقم كبير. فعايزك بقى تكتب لي رايك يا صديقي، مين يفيد النادي الاهلي حال انضمامه بشكل رسمي، احمد القندوسي، منتصر الطالبي، احمد عاطف، واللاعب محمد رضا بوبو؟ دول 4 اسماء اللي احنا عارفينهم وهما بيقتربوا من النادي الاهلي، وطبعا اللاعب البرازيلي لسه لم يتم اعلان عن اسمه تخوفا من النادي الاهلي دخول منافسه مع اي نادي. فتكتب لي رايك تحت يا صديقي، واتمنى منك تعمل لايك واشتراك في القناه، واستنى مني كل جديد، وسلام.